أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة وأسرة جديدة متميزة. الزوجة هنا أو الأم بتشتغل في مجال الإعلام، هي زميلة إعلامية، والزوج بيشتغل في مجال البترول والأعمال. الاتنين متميزين، الاتنين أصروا على حلمهم، أصروا وتمسكوا بطموحهم رغم الأولاد ورغم الأسرة والمشاكل العادية، إلا إن الاتنين حققوا كتير من حلمهم. هنتعرف عليهم، هنقرب منهم أكتر بكاميراتنا ونتعرف على دور كل واحد إيه. نبدأ الحلقة بعد التقرير اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي عن الأسرة. لم تكن تعلم أن حياتها ستتغير وتعود لتستقر بالقاهرة مرة أخرى بعد كل سنوات الفراق، لتحقق حلمها وتمارس عملها الإعلامي من جديد وتقدم برامج جديدة في كافة المجالات، وتلتقي بعدها بزوجها رجل الأعمال زكريا عبد الله والذي يعمل بمجال البترول. إنها الإعلامية الجميلة شذا، وينتج عن هذا الحب والزواج طفلين هما شذا وأحمد، أسرة مصرية رائعة نقترب منها ونتعرف عليها أكثر وأكثر. أهلا بيكم مرة تانية. زي ما قلت لكم إن أسرنا دايما اللي بنستضيفها أسر متميزة، أسر نماذج فعلا بنقدمها للنجاح وللإرادة. معنا أسرة النهاردة الأب والأم اتمسكوا بحلمهم رغم الجواز، رغم الولاد، رغم مشاغل الحياة. الأم بالتحديد اللي بقصدها هنا اتمسكت بطموحها وحلمها، وهي على فكرة زميلة إعلامية معانا النهاردة شذا. أهلا بيكي شذا. شذا شعبان إعلامية وزميلة. أهلا بيكي. أهلا بيكي. ومعانا الأستاذ زكريا عبد الله العشي. هنا بنتكلم على نجاح لكن في مجال تاني وهو مجال الأعمال والبترول. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. معانا بقى الولاد اللي بيكملوا الأسرة. معانا نبدأ بالكبيرة شذا برضو. أهلا بيك يا شذا. ومعانا أحمد. أهلا بيكو. شذا على اسم شذا ماما الأم. ده حقيقي. مش عارفة دي أكيد وراها حكاية ومعرفش طبعا مين سبب الحكاية، بس هنأجل السؤال ده. هنخليه رقم اتنين. عايز ابدا بسؤالي اللي ببدا بيه كل مره واسالكم، انتوا اتعرفتوا ازاي والارتباط ده؟ ده انت داخله سخنه سخنه قوي يا ضحك. طول الحلقه بقى كده، ده كده على طول وشي كده. طب الراجل اتخض يا جماعه كده، حرام ادوله. طيب ايه، انت اعلاميه ومتعوده، لكن هو بقى احنا هنساعدك. اعترف يا زكريا. احنا هنساعد. نبدا بيك. ما تبداوا بيها بقى، هي متعوده على الكلام. طيب نبدا بيك يا شذا. اتعرفنا ازاي؟ احنا مبدئيا احنا متجوزين بقى لنا يعني اولموست 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. بنوته 9 سنين والولد 5 سنين. على فكره صحي جدا ان وده اتقال لنا من الضيوف اللي احنا بنستضيفهم، ان احنا نرجع الذكريات، نرجعكم للماضي سواء بقى البعيد او القريب يعني، وتسترجعوا معانا الذكريات. ده بيبقى حاجه بيقولوا لنا انهم بيسمعوا كلام ساعات لاول مره في حلقتنا. ده حقيقي. احنا تقريبا ما اتكلمناش عن جوازنا من 10 سنين، يعني من ساعه الفرح احنا ما يعني ذاكره خلصت خلاص. ايوه. اتعرفنا ازاي على بعض؟ اتعرفنا عند بيت احدى السفراء. كان عامل حفله عشاء في البيت عنده، وانا كنت وقتها شغاله مذيعه، وزكريا كان شغله في البترول اصلا. اتعرفنا هناك وكان حصل كلام ما بيننا، لان هو كان بيفكر ينتج برامج وحاجات كده، فكان عايز يستعين بيا في حاجه، فحصل اللينك الاولاني. وبعدين الموضوع اتحول في نو تايم لقصه كده. واتجوزنا بعد اللي هو قد ايه بقى؟ اكشلي 4 شهور. اربع شهور اتحول لقصه. وجواز. كان فتره قصيره. مين صاحب التحول هنا؟ اكيد انا طبعا. انا صاحب التحول. مفيش ولا واحده بتعترف ان هي كانت صاحبه التحول، صح؟ كلهم يقولوا هو. لا طب اقول لك حاجه. هو مش عارفه يعني، وممكن تضايقه شويه، كنت جايبه له عروسه اصلا كمان. اصلا يمكن ده اللي لفت نظرك. ان هي مش مهتمه وانها كمان جايبه لك عروسه. هو اولا واخيرا ده بيبقى نصيب وقدر يعني، اكيد طبعا عشان نصيب، عشان الولاد دول يكونوا موجودين، فاكيد ربنا مقدر ان
اشخاص معينين يتقابلوا في وقت معين ويتجوزوا طبعا. ايوه. فاولا واخيرا ده قدر ربنا يعني ونصيب يعني. طب السؤال هنا انتج لك بقى ولا كانت دي دخلك ايه؟ لا انا صبايا. يعني ما حصلش. انا شايفه ان انت لسه راجعه قريب لمجال الاعلام. انا فعلا انا قعدت منقطعه. انا قعدت منقطعه فتره عشان شذا الحمل والولاده وكده. وبعدين سافرت بره، اهلي كلهم معظمهم في الخارج يعني في امريكا مش عايشين هنا، فالحمل والولاده والحاجات دي كنت مضطريه ابقى معاهم. فكنت ما بين مصر وما بين امريكا الفتره اللي فاتت دي. وبعدين وقت رجعت قبل الثوره بحاجه بسيطه، وبعدين وقت الثوره انقطعت تماما. انت قعدت سنين منقطعه. شويه. في السنين دي حصل تحولات في الاعلام، في الاسماء وفي المحتوى الاعلامي وفي كل المقاييس. ده حقيقي. رايك ايه في وطبعا راي حضرتك اسمعه. انا شويه ما كنتش بعيده، لان كان اللينك مع الناس في الميديا كنت اوريدي اصحابي، والعلاقات لسه مستمره وموجوده، وكنا مع بعض على طول. طول ما انا موجوده هنا في مصر هم معايا، وانس بسافر او حاجه بيبقى فيه اللينك شغال. فشويه انا ما بعدتش، بس انا الموضوع اختلف معايا في حاجه، ان انا قبل كده كنت شغاله سياسه. انا لما رجعت رجعت فن. كتير حولوا من السياسه للفن ليه؟ علشان المشهد متلخبط شويه ويعني ومضطرب، ولا ايه السبب ان كتير حولوا من السياسه؟ بصي، انا مبدئيا اتحطيت سياسه غصب عني، يعني ما كانش بايديا، يعني انا الموضوع جه معايا كده واتحطيت سياسه. انا لا الشكل ولا الستايل جاي كان سياسه قوي، كان اكتر. حتى لما حد بيقابلني في لقاءات او حاجه بيبقوا فاكريني مذيعه فن، ما ينفعش جايه سياسه خالص. الشعر الاصفر والحركات عارفه مش جايه معاهم في سياسه. فلما حبيت ارجع مره تانية، انا ما كنتش حابه السياسه قوي، لان يعني not my character، مش حاسه ان انا بدي فيه، مش شخصيتي يعني. مش عارفه ابدع فيها، مش عارفه حتى يعني بضطر السكريبت واقرا، مفيش، مش كرييتيف يعني. فهماني؟ اللقاءات شويه كانت تقيله على قلبي، حوارات شويه تقيلة كتير على قلبي. فانت مستريحة ان انت تتكلمي في مجالك اللي بالظبط لما بعدت فترة. فلما رجعت حتى اتعرض علي في احدى القنوات يعني الحالية موجودة، يعني ان في برنامج عندهم سياسة او ارجع سياسة، انا دي رفضها تماما. فانا حابة الفن وحابة اتم فيه. مش شايفة ان دور الفن دلوقتي مش اساسي قوي مع ظل ظروف الاقتصادية والسياسية والحالة اللي احنا فيها؟ ممكن لما تيجي تقدمي برنامج فني بعيد تماما عن الاحداث اللي في الشارع، الناس تقول هم الناس دي مش حاسه بينا. بالعكس، هم بالعكس. شايفه ليه دور دلوقتي؟ على طول متعطش للفن على طول. يعني هاتي لي برنامج فني ما بيتشافش، لو برنامج كويس، انتاج كويس، اعداد كويس، تقديم كويس، على قناه شويه بتتشاف، مش لازم حتى تبقى من القنوات السيفن ستارز اللي موجوده، هتلاقيه بيتشاف وهتلاقيه عامل صدى. يعني شايفه ان الفن ليه دور لا يقل ابدا عن اي دور اي مذيع ثاني يقدم سياسه. الناس لو في حرب بيبقوا بيتفرجوا على افلام، بيتفرجوا على مسلسلات، لو بيبقى في حرب في الشارع لازم يخرجوا. فعمر ما الناس هتبعد عن الفن. ده شيء الا فتره الثوره بتاعه الايام الاولانيه جدا في الثوره، اللي هي الايام اللي هي ما كانش حد بيقلب القنوات، ما كانش ينفع، ما كانش حد. انا عن نفسي كنت صاحيه اولموست يعني مثلا اسبوع لغايه ما كنت هقع من طولي، ما بنامش. ايوه. قاعده مشغله على طول القنوات الخاصه بالاخباريه الخاصه بالاحداث اللي في الشارع. تعتبر دي الفتره الوحيده اللي عدت على مصر اللي الناس ما قلبتش قناه ثانيه غير نقدم فن. رايك كده برضه يا استاذ زكريا؟ شايفه ان انت موافق؟ طبعا طبعا، لان انا زي الناس كلها، فشيء طبيعي يعني بصرف النظر مثلا على المجال بتاعها ايه. انا طبعا اوكي، طبعا مهتم جدا بالبلد وبهتم بالاحداث وبهتم بكل حاجه، بس البني ادم بيبقى ليه طاقه معينه فلغايه وقت معين بيحتاج ان هو يخرج شويه ويرجع تاني. فاعتقد ان الخروج شويه ورجوعه تاني دي هو ده دور الفن. بالظبط كده. طب ايه رايكم بما اننا بنتكلم عن الاعلام ودور الاعلام وشذا اعلاميه زميله معانا، نخرج لفاصل بنتكلم فيه برضو عن الاعلام ونرجع نستكمل الحوار. والله دور الاعلام في الوقت الحالي المفروض يكون بيحس على امن وسلامه مصر، لان مصر دلوقتي في اشد الحاجه ان احنا يكون في اعلام قوي بيحس على امنها وسلامتها. الاعلام ممكن يوجه الناس في حتت، الناس تشتغل ازاي، المشاريع الصغيره، المشاريع اللي هي الشباب تقدر تعملها بفلوس صغيره جدا بدل ما بيتجهوا للهجره. لازم نشوف الايجابيات بتاعتنا ايه في البلد، ولازم نشوف المشاريع اللي بتتعمل ايه، ولازم نشوف الشباب، ولازم نشوف رؤية الشباب، ولازم نشوف
رؤية المثقفين. لما الإعلام ينقل صورة كويسة ويبقى واقف جنب البلد، فبالتالي الشعب هيبقى متعاطف جدا مع أي قرار ومع أي حاجة، والبلد هتمشي إن شاء الله وكل حاجة هتبقى بخير. شاذة بقى الصغيرة، ايه رايك في ماما شاذة كمذيعة؟ تقعدي تتفرجي على برامجها؟ لا لا، شوفي الصراحة، يعني هي مش بتحاول حتى انها، لا هي لا. ليه يا شاذة؟ ليه؟ مش عارف. اتكلم انا اقول؟ يعني يا ريت. ما بتسيبش فهي مش فاضيه، عندها تطلعات اخرى، عندها اهم من ماما من بابا من اخواتها طبعا كده. طب ايه التطلعات الاخرى؟ انت بتتفرجي على مين؟ على تايلور سويفت. طيب بقى هنقول شاذة بقى، يعني عايزة يا ستي هنقول لها شاذة واتفرجي عليا انا على دعاء. لما عرفت كده انا بقيت بتفرج معاها. ومين تاني يا غير تايلور سويفت؟ سيلينا جوميز. سيلينا جوميز طبعا، لا ده موضوع كبير. طب دول مغنيين؟ لا انا بقى، طب ما فيش مذيعة بتشدك خالص حتى خالص؟ بس من زمان كنت بتفرج عليهم بس كانوا امريكيين. برضو انت ضد المصري، ضد المحلي، يعني هي عايزه دولي على طول، هي تطلعاتها اكتر. كنت بتتفرجي وكان في مذيعين بيشدوكي بس مش مصريين، عارفه اسمائهم او برامجهم؟ لا. اوكي، انا اول مره اسمع. انا عارفه انت اول مره. ما هو البرنامج ده وظيفته انك تسمعي حاجات لاول مره. تقريبا انا ولادك كتير النهارده يا جماعه، يعني عن الاثنين يعني. طيب انا عارفه ان شاذة كمان عندها مواهب كتير، وبتحب الرقص وكمان في السباحه، صح كده؟ انا سامعه ماما اللي قالت لي الاغاني. ايه اخبار السباحه؟ الاغاني الرقص. هي ما بتعملش حاجه في حياتها غير انها بترقص. طيب والسباحه كمان، احنا عايزين بطله بقى في السباحه بعد كده. طيب دلوقتي واحنا بنتكلم على الولاد جه في بالي سؤال مهم قوي. احنا بنتكلم على المحتوى الاعلامي والمشهد الاعلامي والقصه دي كلها. في بقى قصه تانية برضو عن مرتبطه بالاعلام، الولاد بتتحكموا ازاي؟ يشوفوا ايه ما يشوفوش ايه؟ وانت لسه قايله لي انها قاعده قدام ال 24 ساعه، واكيد انت مش بتراقبيها ال 24 ساعه. بصي انا شويه يعني ماشيه على رولز كده في حياتي، شويه في تربيه الولاد ممكن تبقى مختلفه عن ناس كتيره جدا، فانا شويه عامله كنترول على شويه حاجات ممكن تكون غلط جدا بتحصل في الشارع، غلط جدا بتحصل مع زمايلها في المدرسه، انها تحط روج، ان هي تعمل الحاجات بتاعت الليدز ديت ما تنفعش تعملها في السن ده، فشويه عامله كنترول، فهي شويه خلت النظره بتاعتها نظرة طفولية منضبطة، يعني وتعودت انها تسمع الكلام، لان الاطفال دلوقتي في السن دلوقتي يعني باحتراما طبعا لكل اصحابها ومامهات اصحابها، بس في جزء من صغير قوي منهم لقيت اللي هو عادي ان هي تحط ميك اب، عادي ان هي تلبس لبس بتاع كبار شويه، عادي ان هي تلبس حاجات فيها كالون شويه. مهمه جدا ان احنا نزرع فيهم الثقه بالنفس، عادي ياكلوا فاست فود، ولازم نديهم ان احنا كمان يعني لازم نحسسهم ان هم ان احنا واثقين فيهم، وفي نفس الوقت ان احنا نقرب منهم، يعني عشان ما يبقاش مثلا طفل وابوه او طفل ومامته، لازم ان احنا نقرب كلنا مع أصدقاء. بعض بالظبط كده، هو مش عايزين العلاقه غير انها تكون اصدقاء. هو لما هيحس ان احنا قريبين منه اوتوماتيكلي هيبقى صريح جدا معانا، وحتى لو هو مثلا زي ما حضرتك بتقول احنا 24 ساعه، لو وهي او على الاونلاين او واتيفر، لو قابلت حاجه مش هتتكسف ان هي تيجي تتكلم معانا. أيوة. فهي دي الجزئيه، نقدر نقول ده السن اللي انت بتزرع فيه وبتاسس الشخصيه انها تعرف ايه الصح وايه الغلط طبعا. وبعد كده بتسيبها بقى طبعا. واهم حاجه زرعتوها ان انتوا اصحاب، دي اهم حاجه، اصحابهم بالظبط كده، وده كلام حلو قوي. طيب يعني مش عارفه نتكلم شويه تاني عن الاعلام، واسالك سؤال مهم جدا. شاذة قالت انها ما تتفرجش على شاذة ماما الكبيره، انت بقى ولا هو وضعك ايه؟ اتفرج ولا هي العيله؟ واضح ان العيله هنا سبورت قوي، عارفه؟ لا سبورت ليا قوي يا جماعه، مش قادره اقول. في اوقات معينه لازم ببقى شكلك كنت هتقول لا، بس لا انا بقول لحضرتك بصراحه ان انا ببقى مضطر احيانا ان انا اتفرج. مضطر، هو مضطر ان انت تشوف عشان هسالك تقول لك ها رايك ايه، انا كنت لابسه ايه، كدليل طبعا بالظبط كده ان انت شفت يعني. لا انا هقول لك بقى حاجه عشان بس انت عايزه ايه. كان عندي تكريم من حوالي اسبوعين ثلاثه، ما جاش معايا، عادي جدا. ايوه عادي جدا، ما جاش، ما رحت لوحدي. طب احنا كده اتكلمنا عليكي كتير قوي،
واتكلمنا عنك إعلامية، ولسه طبعا هنتكلم تاني بس ما اتكلمناش على أستاذ زكريا والجانب التاني بقى القطب الآخر في النجاح في مجال الأعمال والبترول. أنت بتشتغل دلوقتي في مناخ صعب جدا، قادر تشتغل إزاي؟ بتلم أدواتك إزاي؟ بتواجه تحديات إزاي؟ هو طبعا القطاع اللي بنتكلم عليه قطاع البترول ده طبعا معرض ان هو بيعلى وبيوطى على حسب السوق العالمي، ودي حاجة طبيعية. الموضوع ده كان ابتدينا فيه من زمان، ولما لقينا ان في اوقات معينة بيحصل الهبوط العالمي دوت ابتدينا نتجه لنوع من الاعمال الاخرى، مثلا زي المقاولات، او احنا دلوقتي واخدين كارير معين اللي هو ادارة وتشغيل مطاعم، او اللي هي بيسموها الفرانشايز، بنعمل مطاعم وبنسواها ونبيعها، او بنعمل زي فود كورت كده اماكن ونحط فيها مطاعم، وبيبقى ايه ده مكان بيبقى زي ديستنيشن الناس كلها بتروح وبتخرج فيه وبتطلع من الجو اللي هي عايشه فيه كده. يعني على ذكر المطاعم، المطاعم مرتبطه بالحاله الاقتصاديه للبلد اكيد، ومرتبطه بالسياحه طبعا. طيب يعني ازاي انت ازاي ممشي حالك؟ اتاثرت بالحاله الاقتصاديه؟ شيء طبيعي ان احنا كلنا بنتاثر، يعني خصوصا لما يحصل اي دروب في السياحه طبيعي ان احنا كلنا، لان السياحه دي بتبدا العجله اللي احنا بنتحرك فيها كلنا، كل جميع انواع البيزنس بتتحرك كلها. بصي حضرتك هتلاقيها كلها مرتبطه ببعضها، في جهه معينه بتتحرك اوتوماتيكلي ان كل حاجه بتتحرك وراها وراها وراها. ايوه، المجالين اللي انت بتعمل فيهم سواء البترول او المطاعم هم مرتبطين قوي باحداث السياسيه وبالوضع الاقتصادي. انت شايف البترول طبعا بيمر بازمه يمكن ما حصلتش من سنوات. السياحة. انت كمتخصص، والسياحه طبعا، والسياحه مرتبطه طبعا بال فانت هنا كرجل بقى متخصص شايف ان هي الاتجاهات الوضع ايه؟ يعني الاتجاهات نتفائل ولا نتشائم؟ لا هو طبعا لازم، يعني لازم نكون على طول ان احنا عايشين لازم نتفائل. ربنا سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاه والسلام قال لنا لازم نتفائل، فاحنا لازم نعيش متفائلين سواء الدنيا كويسه او الدنيا وحشه، يعني عندنا امل ان بكره ان شاء الله يكون احسن. أيوة. والاتجاهات اللي ماشيه فيها يعني مصر دلوقتي والحمد مهم لله، بس احنا بنتكلم هنا على مقاييس طبعا معينة حاجات بنقول حاجه الاتجاه البلد ماشيه فيه حاليا، اللي هو الحمد لله عندنا اكتشافات كويسه قوي في الغاز في النورث في الشمال، الحاجات دي كويسه جدا، بس هتبان النتيجه بتاعتها يعني مش اقل من سنتين على حسب المعلومات اللي عندنا. في نفس الوقت الاتجاهات الاخرى طبعا اللي هي الضبعه، المحطه النوويه بالضبعه دي برضه هتبقى حاجه كويسه جدا، بجانب اللي هي الطاقه الشمسيه والريح كمان، الحاجات دي كلها. فتنويع المصادر نفسها البديله، الطاقه البترول دي مهمه جدا، تنويع المصادر بنسمع عنها كتير، لكن امتى هتفعل؟ يعني لا في ابتدوا بس لازم ان احنا نقدمها للناس بطريقه كويسه، ولازم نفهم الناس. ممكن على فكره ان انا ممكن في السطوح عندي في البيت ان انا ممكن اجيب اللي هي السيلز دي اللي هي بتاخد الطاقه الشمسيه وتحول لي لكهرباء واشغل بيها البيت بتاعي. فاحنا لو بسطنا الحاجه، وطبعا الكلام ده في المصانع اللي هي المصانع اللي بتملكها الحكومه او لو بسطنا الحاجات دي ووفرناها للناس، اكيد بدل ما النهارده بنعاني من فاتوره الكهرباء 3 4 5000 جنيه، لا طب ما انا اجيب الحاجات دي كلها هصرف عليها مره واحده وهحطها عندي، بالعكس انا هتوفر لي الوقت كله، اخد الفلوس بتاعت الكهرباء اصرفها في حاجات تانية. ده الحلم اللي احنا نفسنا ان هو يتحقق. والله سهل طيب جدا ان يتحقق. يعني سهل جدا لو بسطنا الحاجه للناس. هنستكمل كلامنا بعده. اتفضل. عندنا تقرير عن البترول والطاقه البديله، بدعوكم لمشاهدته والساده المشاهدين، ونرجع نستكمل حوارنا. يعد البترول أو الذهب الأسود كما يحلو للبعض تسميته هو العنصر الطبيعي الأهم الذي تعتمد عليه البشرية في استهلاكها للطاقة، وتظل مشكلة تحديد سعر البيع لبرميل البترول بشكل لحظي متغيراً يعتمد على قوى العرض والطلب بالسوق هي واحدة من أهم مشاكل تداول النفط بالعالم. فبسبب الأزمات المالية المتتابعة والتي عانى منها العالم منذ العام 2008، فقد تباينت أسعار البترول بشكل لافت صعوداً وهبوطاً، وصارت التغيرات فيها بالغة السرعة والحدة إلى درجة أن تسببت في إرباك ميزانيات بعض الدول. كل ذلك فضلاً عن التهديدات والتي أطلقها بعض العلماء بقرب نفاذ البترول من العالم، فضلاً عن مشكلة العوادم الكربونية والأضرار التي يسببها الاستهلاك المرتفع للبيئة. كل هذا قد جعل البحث عن مصدر طاقة بديل للبترول ضرورة حقيقية وملحة،
خاصة إذا كان مصدراً لا يضر البيئة ولا يتسبب في رفع درجة حرارة الأرض. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. كنا بنتكلم عن البترول وكنا بنتكلم عن تخصص حضرتك في البترول وفي مجال الأعمال. وهنا لما بتكلم عن مجال الأعمال أنا أعرف أن أنتوا الاتنين بتساعدوا بعض. شاذة ما اكتفتش أن هي أنا جوزي بيشتغل جوزي بيجيب فلوس وأنا أكتفي حتى بالمجال اللي بفهم فيه أو بحبه الإعلام. لا، أنا اللي فهمته أن أنت إيدك بإيديه حتى في مجال البيزنس والشغل والأعمال. هي دي بنسبة كبيرة صح، بس هو طبعا الأساس، لأن أنا أصلا يعني لما ارتبطت بزكريا أوريدي كان فتح مطاعم، سلسلة مطاعم كتير جنب البترول، فهو أوريدي ده مجاله من زمان جدا. إحنا لما تعرفنا ببعض أنا ما كانش ليه علاقة بالبيزنس خالص، وستيل أولموست يعني لسه مش عارفة، مش حباية قوي يعني، مش متقبلة. فطبعا باحتكاكي باللي بيحصل حوالينا وبناخد حاجات جديدة وبنقفل حاجات قديمة وبيدخل مشاريع جديدة، فبقيت مطلعة على اللي بيحصل كله. يعني انت مطلعة بس بقيت فاهمة في المجال ده كتير بالنسبة يعني انا عن نفسي ممكن اكون ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان اوصل ان انا ابقى فاهمة كده في شغل مجال الاعلام. اسهل بقى ولا مجال الاعمال؟ لسه بحب مجال الاعلام. لكن لقيتي صعب ان النجاح في مجال الاعمال؟ صعب، وعايز راجل. عايز راجل في بلدنا دي ولا عموما؟ ايه رايك استاذ زكريا، في بلدنا لازم الراجل عشان ينجح في اي مشروع بيعمله، ولا عموما على مستوى العالم يعني الرجاله انجح في المجال ده؟ هو بتعتمد على المجال نفسه، في مجالات معينه الستات بتبقى اقوى من الرجاله، وفي مجالات لازم الرجاله هي اللي شغالة. زي ايه اللي لازم الرجاله؟ مجالات الرجاله، المجال مثلا اللي احنا شغالين فيه يعني مثلا قطاع البترول والشغل بتاع البترول، عاده عشان خاطر على طول الحاجات دي اصلا يعني شغل البترول بيبقى 24 ساعه شغل. مفيش حاجه اسمها لو ساعه وقعت من ال 24 ساعه بتتكلف مبلغ كبير. ايوه، فعلشان كده لازم يبقى الواحد يبقى على طول مركز في الشغل بتاعه، ولازم يبقى عنده قوه الاعصاب ان هو يتحمل اي مفاجات في الطريق. وايه المجال اللي شايف ان الستات فيه لا بالعكس هي بارعه فيه؟ هو المجال بتاع الاعلام والمجال دي انا شايف ان هم مناسبين، متفصل عليهم قوي بصراحه يعني. متفصل عليهم؟ متفصل عليهم قوي بصراحه. طيب لو رجعنا لموضوع الاعمال وال يعني عموما المطاعم، انا شايفه دلوقتي ان اي حد بقى متوفر عنده فلوس شوية يعني يروح يفتح كافيه. ايه الموضوع يعني بقت فيه كافيه لكل مواطن او كل 10 مواطن؟ فعلا دي حاجة بتتكلمي، ده كلام حقيقة للأسف الشديد، دي فعلا حاجة بتحصل وظاهرة، بس للأسف ان هو بعد فترة معينة. انا رأيي ان حاجة زي كده المفروض تحصل، لازم انا لو ما عنديش حاجة جديدة وهقدر اقدم حاجة جديدة ومختلفة وقوية وابدأ بيها قوية عشان خاطر استمر، لأن المنافسة بتبقى جديدة جدا. يعني انت شايف ان حتى في مجال الكافيهات واللي بتفتح والمطاعم لازم فكرة جديدة؟ طبعا. انت بتعمل كده عندك؟ ده طبيعي، لازم ان انا اختلف علشان اجذب. ان اصل احنا عموما كشعب او عموما كبني ادمين احنا بنحب نغير ونحب نشوف الجديد، اي حاجه جديده موضه لازم نروح لها، بجانب ان انا طبعا بلاقي ان انا مثلا راحتي في مكان معين نوعيه الاكل اللي بنقدمه، نوعيه الخدمه، الاتموسفير نفسه، الجو، الحاجات دي كلها، فلازم على طول الموضوع ده لازم يتطور. ما كانش كده لو انا على رتم واحد على شكل واحد الناس بتزهق، وطبيعي ان الناس بتزهق. بمعنى ايه بتزهق؟ افكار يعني ايه انا اقدم مطعم او اقدم كافيه فيه فكره جديده؟ بمعنى التخصص، ان انا مثلا اكون متخصص في حاجه معينه بقدمها، او متخصص في وجبه فطار مثلا تلاقوه عندي، متخصص في ديكور معين، يعني ايه الفكره؟ هو بصي، هو الفكره عاده بتاعه المطاعم عموما اللي انت بتعيشي، لو انت مثلا بتشتغلي على مطبخ معين لازم تعيشي الجست اللي بيجي لك في نفس الجو بتاعه. لو بنتكلم على حاجه مصري شرقي اعمله نفس الديكور بنفس الحكايه واليونيفورم والحاجات اللي بقدمها، حاجه هندي يبقى يا ريت اللي بيقدموه لي هنود او لابسين الديكور، او لابسين ونفس الديكور كمان، والميوزك كمان اللي شغاله نفس الحكايه. فهي دي الفكرة، ان هو ان انا اصلا بعيش اللي بيجي لي نفس الجو بتاع الاكل اللي هو يعني. وكأنه لدقايق او لساعات سافر فعلا للبلد اللي هو يتمنى ان هو يكون فيها او يروح. هي دي الفكرة الاساسية بتاعت على فكرة المطاعم. اي دي الفكرة اللي يعني بندي مثل يعني ايه فكرة جديدة. لأساس ان هو ما بقول لحضرتك ان هو زي ما حضرتك بتقول ان هو يحسسه ان هو خرج من المود اللي موجود فيه والشغل والاعمال بتاعته اللي في طول اليوم، وكأنه مثلا راح زي ما حضرتك بتقول سافر الهند، سافر لبنان،
راح مع حاجه ويسترن، راح امريكا، راح الحاجات دي كلها، ان هو خرج شويه ساعتين ثلاثه اللي بيقضيهم في مكان وبعد كده يرجع تاني للشغل. طب احنا بنتكلم عن السياحه والبترول وان الاثنين اكتر مجالين من اكتر المجالات عموما او القطاعات اللي بتتاثر بالحاله الاقتصاديه، بتتاثر بالسياحه، وبنتكلم عن السياحه الداخلي انها ممكن تعوض شويه. من خلال بقى انتوا التجربه الواقعيه عوضت لكم شويه؟ هو بس حضرتك السياحه عاده لما بتيجي ولما بتشتغل اللي بيتاثر بيها الاول الفنادق، وما بتشتغلش اللي بيتاثر بيها الفنادق. بجانب كده ان في اعمال كثيره برده وبتبقى مرتبطه بالفنادق. احنا كمطاعم احنا يعني طبعا بنتاثر، يعني سواء ان احنا عندنا سياحه ما عندناش سياحه برده بنتاثر. لما في سياحه بنشتغل كويس، ما فيش سياحه برده الشغل بيقل عندنا. بس اللي بيتاثر اكتر مننا طبعا الفنادق، الفنادق كمان خاصه الفنادق اللي هي في المناطق السياحيه اللي في الجنوب، الاقصر، اسوان، غردقه، شرم الشيخ، مرسى علم، الحاجات دي كلها. قدرت السياحه الداخليه ان هي تعوضكم شويه عن الخسائر؟ الكلام ده، السؤال ده يتسال بالنسبه للفنادق مش بالنسبه لنا. لا انا اقول لحضرتك انا ما اقدرش، لكن المطاعم، طب المطاعم والكافيهات ما عنديش مقياس لحاجه زي كده. انا بالنسبه لي لا، انت عندك الارباح اللي كانت شغاله من كذا سنه والارباح اللي بتجنيها دلوقتي وتقدر تقارن. لا ما عوضتش. ما عوضتش؟ لا ما عوضتش. بس انا ليا راي معلش في الموضوع ده بالذات. المصريين ما بيبطلوش اكل، ما بيبطلوش خروج، ما بيبطلوش كافيهات. حالة الاقتصادية واقعة، حالة الاقتصادية عالية، مصريين لا, لا 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 بس بتأثر. برضو خلينا نتكلم ان احنا سبعة أيام في حاجة و90 مليون لا لا لا. فانت بتتكلمي عن ممكن ما يمثله 15% او 20%، اقل من كده. واقل من كده. ما احنا لو هنتكلم على المطاعم مصريين يعني صعب نقول مصريين. لو هنتكلم على المطاعم فهتلاقي المطاعم اصلا بتتارجت النسبة دي، ما بتتارجتش ال 100% اصلا يعني. بالظبط المطاعم والجزء الخاص بالسياحة بعيدة عن المطاعم اللي هي الكاتيجوري. لا الحالة الاقتصادية بتتأثر عموما، الحالة الاقتصادية بتأثر عموما. يعني مثلا انا لما حالتي يعني الحاله الاقتصاديه مثلا كان في ناس مثلا اللي كانت بتخرج مثلا 5 ايام في الاسبوع، لا ما بقتش تخرج 5 ايام في الاسبوع، تخرج يومين ثلاثه. ايوه وده مقياس على كل بقى عدد الناس. اكيد لو رجعنا للاعلاميه شذا، نقول الاول في شذا كبيره وشذا صغيره. وانا نسيت اسالك في البدايه، يعني انا عاده بيبقى في ناس مش بتحب تعمل كده، مش بتحب تسمي ابنها او بنتها على نفس الاسم. انا كنت اول مره اسمع بيتشأموا كلمه تشاؤم دي، انا اول مره اسمعها الصراحه. ما اعرفش لكن مين صاحب فكره ان البنت تبقى برضو على اسمك؟ بصي يا ستي، هو الموضوع ابتدى انا في الاول الاسماء كنت مش عارفه اوكي، فانا كنت بحب اسم كارما جدا، فكان نفسي اسمي يوم ما اخلف بنت اسمها كارما. فبعدين شذا انا بحبه الاسم، بحبه يعني، بحبه يا جماعه اعمل ايه طيب. فقلت يا كارما يا شذا. فقعدت كونفيوز جامد جدا قبل ما اكتشف اصلا ان انا حامل في بنت. ايوه بعدين اليوم اللي اكتشفت فيه حامل في بنت كنا بنعمل سونار، ما اعرفش هو ما اعتقدش ان هو فاكر خالص الحدث اللي انا هقوله ده. اكيد هو على طول ناسي على طول، فقد الذاكره على طول معايا بالذات تقريبا. طب احنا هنبقى نسال الاسئله دي، عندنا فقره عاملها لكم مفاجاه، فقره جديده في النهايه هنسألك أسئلة بخصوص النسيان ده. أنا عايز أعرف تنسى العيد ميلاد بقى وبتنسى عيد جوازكو؟ لا دي تبقى كده مشكلة. لا لا من هدي النفوس بس. فعايز أعرف. فكنت قاعدة كنت قاعدة وبنعمل سونار، فالدكتور بيقول لي مبروك بنتها تسميها إيه؟ فأنا كنت خلاص قررت كارما أوكي. فلسه كنت بتكلم معاه قبلها إن هو كارما ولا شذا، نو كومنت، ما بيعلقش، أتكلم زي ما أتكلم مفيش أي استجابة خالص. أيوة. لا قال اسم جديد ولا قال كارما او شذا ولا اي حاجه خالص. فيوم خلاص قلت يبقى هو مش حابب اسم شذا يعني. أيوة. خلاص فقلت خلاص كارما. فيوم السونار والدكتور بيقول لي مبروك بنت هتسموها ايه، انا لسه هقوم هقول له كارما، لقيت ده قام فط نط من على الكرسي شذا. طيب يعني ايه السبب ان انت في الاول ما كانش فيه اي رياكشن كده؟ لا انا كنت اخذت القرار، انا كنت اخذت القرار خلاص، وكنت اعمله لها مفاجاه. ده كنت سايبه لها مفاجاه يعني. بالظبط كده. تمام شذا، قولي لي اكتر حاجه بتحبيها في ماما ايه؟ اكتر حاجه بتحبيها في ماما، اكتر حاجه ما بتحبيهاش، الاثنين. اللبس. احمد اكتر حاجه بتحبها بقى في ماما ايه بقى؟ ايه اكتر حاجه بتحبها في ماما وبابا؟ طب بتحبهم اصلا؟
طب الحمد لله، ده اقصى حاجه ممكن ناخدها من احمد. لا لا احمد كويس. احمد يعني هو خمس سنين يا جماعه حاليا. طيب احنا عندنا فقره على فكره، عندنا اسئله كتيره قوي ولازم احنا نكون قدها، ولازم تكون الاجابه صريحه. احنا قد الصراحه، انا 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 واثقه ان انتوا قد الصراحه. دي اخر فقره لينا واحدث فقره، فقره الصراحه. هنرجع لكم تاني بس بعد التقرير. والله تعدد الزوجات ليس لديه مانع في عمليه التعدد اذا كان طبقا للشريعه الاسلاميه، اذا كان في عدل، اذا الزوج استطاع ان ايه ان يعدل بين زوجاته. تعدد الزوجات بيدي مشاكل اكثر، يعني غير ما تكون متجوز واحده، غير ما تكون اثنين وثلاثه، في المسؤوليات اكبر، واحنا في موقف اقتصادي مش كويس. انا عن نفسي اتجوزت ثلاثه، واحده ماتت واثنين معايا، ومعايا من العيال سبعه، والحمد لله متيسره جامد، ونحمد ربنا ونشكر فضله، وده كله بتاع ربنا. كل زوجة يعني بتعتبر ان الزوج ده ملك خاص ليها، لكن احنا زي ما بنقول لو في اسباب طبية واسباب نفسية او اسباب ان الراجل عايز يتجوز واحدة تانية، عايز يخلف، عايز، ده حقه. هي وفي نفس الوقت ما نقدرش، يعني انت عندك حاجة بتمتلكها فجأة بتحس انها بقت نص او ربع او ما تعرفش يعني هتتاخد منك، فانت بيبقى عندك نوع من انواع انك انت متضايق، لازم الست تبقى متضايقة طبعا. انا شايف انه ممكن يبقى أمر طبيعي لو كانت الظروف تستدعي الزواج الثاني، لكن الأفضل أنه طالما شريكة حياتك ابتدت معاك حياتك، ممكن بعد خمس سنين أنت خدتها أو اتجوزتها على أساس جواز يستمر طول العمر، فأنا شايف أنه الجواز لزوجة واحدة، الوفاء بين الاثنين، بين الزوج والزوجة، هو الأنسب. اهلا بيكم مره تانية مع فقره الصراحه. فقره الصراحه النهارده بعنوان صعب شويه، تعدد الزوجات. شفتوا بقى في اسهل من كده؟ ايه رايك في الموضوع ده استاذ زكريا؟ هو يعني عايزين نقول ان هو سنه، وهو اصلا كشرع ربنا مش محرم، بس ده امتى الواحد يلجا ليه؟ لما يكون محتاج فعلا هو في اسباب يعني قويه، اكيد لازم يكون في اسباب، انما طول ما هو عايش في حياته مرتاح ومبسوط، فربنا يعني مخلي له حياته مستقره وما عندوش اي مشاكل فيها، ما اعتقدش ان هو لازم. طب ما كل زوج ممكن يلاقي اسباب، يعني ايه الاسباب اللي انت شايفها ممكن تكون مبرر ان انت تتجوز، ان استاذ زكريا يتجوز؟ ما احنا فقره صراحه بقى، ودي اسئله شخصيه موجهه لحضرتك، لو مش اسئله عامه. لو ما كانش مرتاح مثلا في حياته، المشاكل عنده كبيره في حياته، مراته مش مريحاه، فده شيء طبيعي ان هو لازم يشوف الجواز. دي الاسباب الكبيره، دي تخضع للنسبيه، مقياسي، حاجه مقياسيه للراجل. ما هي بص بقول لحضرتك، هو الراجل هو اصلا اللي بيقنن الموضوع، وهل هو مقتنع بالحل البديل او مش مقتنع بالحل البديل. طيب وايه رايك لما بيكون راجل عايش 20 سنه او 10 سنين، بلاش 20 سنه، مستقر وخلف والحياه ماشيه، فيها مشاكل، طبيعي. اكيد مش مستريح بنسبه 100%، ده طبيعي على فكره، طبيعي. مش حد بيستريح بنسبه 100%، شيء طبيعي. طيب واول ما يبقى معاه فلوس شويه زياده بتلاقيه على طول زي ما يكون استقطر نفسه على واحده ست واحده، وبيبقى عايز بقى، لا عايز بقى واحده احلى، واحدة أصغر، واحدة يبدأ معاه فريش. حلو تعبير فريش، أظن ده صح. معاكي أنا كل الكلام ده. صح كده؟ أنا شايفة ليكي آراء كتير في القصة دي. أنا؟ خليني ساكتة ده. لا إحنا خلينا نسمع رأيها برضه بمناسبة الموضوع ده. طيب. أمريني. نرجع من الأول. أوكي. من أول القصة، يعني الموضوع كفكرة. كفكرة إيه بقى؟ أنت ممكن تتقبليها؟ نيفر. ابدا اطلاقا. بس رغم انها سنه زي ما استاذ زكريا بيقول، رغم انها سنه على عيني وعلى راسي طبعا، والدين والشرع وكل الكلام ده يحترم، بس زي ما الدين حللها
زي ما هو حرمها في نفس الوقت. ايوه لان هو قال وتعدلوا. عمر ما في حد يقدر يعدل. صعب جدا، مستحيل هيعدل في ايه؟ ولا المشاعر عمر ما حد يعرف يعدل فيها. عمر ما تعرفي تقيسي مقدار الحب. انت لو عندك ولد وبنت، ولدين يعني طفلين، عمرك ما تعرفي انت بتحبي ده اكتر من ده قد ايه. يعني في جاب بس انت مش عارفه تحطي ايديكي عليها بالظبط، عمرك ما هتعرفي تعملي الميزان. ايوه فتخيلي العلاقات الاخرى بقى ما بين راجل وست. لازم زي ما في حاجات بتعجبه هنا في دي، في حاجات بتعجبه هنا في دي، وزي ما في حاجات ما بتعجبوش هنا، في حاجات ما بتعجبوش هنا. يعني طب ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليكي توافقي لو فكرتي كده؟ لا انا ممكن في الحاله دي بس، او في الحالتين دول او السببين. بعد الشر. لا والله ممكن دي ساعتها لو حسيت ان هو محتاج حاجه، زي حاجه الوحيده اللي ممكن ابقى موافقه فيها كتابيا او حرفيا او بالنطق في الوصيه. طب ده حب ولا حب تملك؟ لا بصي هقول لحضرتك حاجه، هو مش موضوع يعني غيره وحب ولا ايه؟ لا هو بره الحب وبره الغيره، كل الحاجات دي طبعا دي اسباب وحاجات اساسيه ممكن تكون للرفض. بس بلاس ده كله، انا شايفه ان الست اللي بتقبل بتعدد الزوجات او تقبل ان جوزها يتجوز عليها، باحترامي طبعا لكل الستات اللي في الحاله دي او في الكيس دي، سواء برضاهم. على فكره دول بقوا كتير سواء يعني برضاهم، علشان نتفق النسبه دي موجوده في المجتمع كتير. انا معاكي سواء صح ولا استاذ كريم. وفي الزياد كمان، وفي الزياد وكل ما الحاله الاقتصاديه وليها اسباب بتسوق. ما هو لازم يبقى وكل لما طبعا الحاله الاقتصاديه بتسوق، العنوسه كمان بتكتر. صح. بتقبل. انا رايي البنات، في بنات بيقبلوا مش بس مطلقات. انا رايي لازم يكون سبب كاسر الست اللي تقبل بحاجه زي كده، سواء مادي، ان هو ان مفيش اي حد في الدنيا سبورت ليها غير البني ادم ده، فحاطه فيه كل حاجه. سواء اولاد، تربيه اولاد، يعني او حسابتها هي حسبه، فحسبتها لقت ان هي تقبل بالظبط. الخساره يعني كانت في كفتين. لو سابته او معاه، اني كفه هترجح وهي دي اللي بتملها. حتى لو هي مش مايله لحاجه زي كده، بس كامان ليها. فانا عن نفسي يعني، انا عن نفسي ده رايي الشخصي، والله اعلم بالغير اللي قبلت بحاجه زي كده او بكيس زي كده. انا شايفه ان الست اللي بتقبل بحاجه زي كده من الاساس، الاساس انها تقبل انها تستمر في زواج وهي مش طبعا زوجه تانية، هي زوجه اولى ويجي عليها زوجه تانية، انها تقبل بالاهانه دي. لان انا بالنسبه لي انا شايفه إهانة. طبعا اكيد تقبل بالاهانه دي. اعتقد ان هو سبب اساسه مادي، اساسه مادي. يعني انت شايفه ان الست اللي بتقبل ده سبب؟ طيب ليه ما تقوليش ان ده عقل من الست، ان ده ست قضت عمرها وفي عشره وفي حسابات ولاد وحسابات للعشره وتقبل منها ان دي طبيعه الراجل؟ ما هو ده بيتقال ان دي طبيعه معظم الرجاله، خلينا برضو يعني صراحه. ايش معنى طبيعه الصراحة. الراجل اللي معايا بالذات وبقيه الرجاله، لا، ان الراجل يجيب زوجه تانية ده معناه انه بيعترف اعتراف رسمي علني ان هذه المخلوقه اللي هي مراته الاولانيه لا تكفي كانثى، لا تكفي كرجل لرجل ان هي تبقى يكتفي بيها. ده بيعلنها رسمي. انت شايفه ان ده معناه كده؟ طبعا. طب استاذ زكريا رايك ايه؟ هل الرجل لما بيعمل كده يبقى فعلا كان مراته مش ماليه عينيه ومش مكفياه ومش معترف انها يعني هي كفايه عليه؟ ما انا بقول لك هي بتختلف، يعني بتختلف نسبيا من حسب ظروف كل بني ادم. يعني في ناس زي ما بقول لك لو في حياتهم مشاكل وحياتهم طبعا صعبه والمشاكل بتاعتهم ما يقدروش يستحملوا او يكملوا، وان في حضرتك ما تنسيش ان في جزء تاني كمان بالظبط كده، ان في كمان موضوع الخلفه وعدم الخلفه. ايوه فدي برضو بنسبه كبيره قوي. يعني لو اتنين مش بيخلفوا فده سبب، وعاده بيبقى بالاتفاق. السبب ده وعاده بيبقى بالاتفاق على فكره، برضو ده مش داعي. عاده بيبقى بالاتفاق برضو على فكره، مش مبرر كافي. سبب بسيط، لان ممكن يحصل انفصال وهي تبقى مع الانسان او الشريك المناسب ليها ويبقى مع الشريك المناسب ليه. مين قال لك ان هي عايزه الانفصال؟ ما هي ممكن تكون هي متمسكه ومش عايزه. حد في الدنيا بياخد كل حاجه بالاتفاق. يعني انت مش عايزه الانفصال؟ يعني هنا ترجع للست بقى، الست ممكن تكون بالعكس هي عايزه تحتفظ بالبيت والراجل ومش عايزه تنفصل. الست مثلا لو عندها مشكله في الانجاب فهنا ترجع بقى القرار يرجع للست. صح؟ يعني اكيد هو في كتير بيقبلوا بحاله زي كده وبيبقى عندهم اولاد وبيقبلوا ان هي تبقى زوجه اولى وعليها تانية وتالتة. يعني انا اعرف كيس شخصيه يعني
طبعا مش هقدر اذكر من غير اسماء. متجوز واحد وواحده واثنين وثلاثه واربعه، والغريبه ان هو يعني مش هقول لك مرتاح وبيشتكي بعد اوقات، بس هو عارف يعمل لهم هارموني مع بعضهم. انت تعرفي حاله واحد متجوز اربعه؟ دخل في سته سبعه دلوقتي. لا ما هو حرام يعني لا ما في واحده بتسقط في النص، في واحده بتسقط في النص وواحده تطلع، واخده بالك انت؟ هو محافظ على الاربعه يعني بازلز كده. غريبه ان في منهم. تحللوا الحاله النفسيه لهذا الرجل؟ اقول لحضرتك حاجه ممكن وراثه وراثه جينات وراثيه وراثه العيله كلها كده اهوت، وعلى حسب كمان فيه وعلى حسب لا هو بيبقى وراثه وتقاليد، وبيعتبر ان ده نوع من انواع الرجوله بيتباهى بيها في البلاد. يعني عاده ما بيبقاش من العاصمه او من المدن، بيبقى ممكن كره شويه، هي دي اصلا الموضوع ده بيبقى منتشر اكتر منتشر في الكره شويه. بالظبط بالظبط. انت شايف ان كل لما الرجل كان تعليمه ارقى طبعا الموضوع ده بيبقى عنده دي نسبه من يعني دي سبب من الاسباب بجانب الاسباب الثانيه اللي انا كنت قلت لحضرتك عليها، ان مفيش توافق او في مشاكل او مفيش انسجام او في مشاكل كتير. سوري معلش يعني بدون قطع كلام، لكن لو في مشاكل كتير زي ما شاذة بتقول في حاجه اسمها انفصال. مش فيش حاجه اسمها جواز تاني، في حاجه اسمها انفصال. ايوه ما مفيش توافق، مفيش خلفه، في مشاكل ما بينهم شخصيه، الا لو الزوجه هنا متمسكه، الا لو الزوجه المفروض لو متمسكه بالاتفاق. لكن جديده ان الموضوع ده يبقى وراثه في العيله وجينات وراثيه او تقليد مدعى للتفاخر. فعلا فعلا. لكن انتوا مش معايا ان الراجل طبيعته مختلفه عن الست؟ أكيد. في القصه دي طبيعي. انتوا مش معايا؟ ما كانش ربنا حل يعني الست طول عمرها بتكتفي برجل أكيد. لكن الرجل نادرا ما بيكتفي بست، انت ولا انت مش مقتنعه؟ لان الطبيعه لا انا مقتنعه بحاجه زي كده، لان الست طبيعتها دي طبيعه يعني العاطفه العقل العاطفه مسيطره عليها اكتر في التعاملات كلها، مش مع الرجل بس، مع اولادها ومع اصحابها ومع اهلها ومع الفاميلي. العاطفه عندها الايموشنز عندها عاليه، الراجل شويه عقلاني بصراحه، ودي عايزه شجاعه رهيبه. الست شاذة او غيرها ممكن تسمع عن مغامره عاطفيه لجوزها وتعديها، لكن تيجي عند الجواز ولا وتاخدها على كرامتها واهانه ومش اهانه زي ما بتقولي والكلام ده كله. ده حقيقي. لكن لو سمعت ان هو نزوه بتعمل نفسها مش واخده بالها تقول نزوه. ليه انا بقى؟ لا هو انا ممكن انا يعني في النقطه دي برضه خيانه للست. انا في النقطه دي انا ضد الكلام ده، انا الاثنين عندي ذا سيم خيانه. يعني انا الاثنين عندي ذا سيم خيانه لا تغتفر. سواء دي او سواء دي، يعني خيانه الحياه من بعدها مرفوضه تماما ان هي ترجع. يعني الغير لا بيفكر شويه بموضوع مختلف، ان هو في الاخر نزوه هيروح يلف له شويه وهيرجع البيت تاني. مين الفاميلي؟ مين الاسره؟ مين اللي شايله اسمه؟ احنا، مفيش حد تاني بره. فبتاخدها شويه على كرامتها لو خرج وادى اسمه لحد تاني، انما طول ما هو اسمه اكسكلوزيف ليها هي بس لولادها بس، فهي شايفه ان دي نوع من التفضيل تقدير لي. التفضيل والتقدير فهي دي ممكن تكون نوعيه ستات بتكون بتحترم حاجه زي كده وتقول هي طبيعي ان هي بتدافع عن عن ايه بقيه الجمله بتدافع عن الستات عموما. ايوه وده شيء طبيعي. انت رايك مختلف؟ لا انا برضو بدافع عن الرجاله. انت بتدافع عن الرجاله. طيب انا عايزه اعرف اخر حاجه بقى، يعني لما تحبوا تتجمعوا في يوم واسمع راي شذا واحمد، لما تتجمعوا في يوم على حاجه تشوفوها بتكون ايه اكثر حاجه تحبوا تتفرجوا عليها مع بعضينا؟ يعني كأسرة يوم كده ويك اند اجازه يوم ايه؟ هي بتبقى الغالب طبعا حاجات خاصه بيهم. اطفال؟ مش اطفال، انا عن نفسي خلقي هم بيتفرجوا على حاجات الكبار اصلا. لا اول حاجات اللي احنا بتجمعنا مع بعض بنعيد تاني بنتفرج عليها، مثلا لو كان في مثلا حضرنا عيد ميلاد مع بعض او حضرنا اي حاجه فيديوهات متسجله بالظبط كده. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا فيها. لا طب لو حاجه عموما تسمعوا لمين؟ احنا عايزين نعرض حاجه تكون انتوا بتحبوها. شويه شاذة ما بتحبش تسمع عربي قوي، ما يلقط الجانب الغربي. خلاص شاذة كبيره وحضرتك بتحبوا تشوفوا ايه تسمعوا ايه نعرضه لكم. احنا اغاني ولا اغاني او مقطع من فيلم او مسلسل او مسرحيه؟ انا بحب الاغاني الشعبيه يا جماعه. شعبيه. لا انا احب اغاني شيرين قوي. بتحبي اغاني شيرين؟
أنا بشكركم شاذة الزميلة الإعلامية، شاذة الكبيرة وشاذة الصغيرة، أستاذ زكريا بشكرك جدا، بشكر الصراحة والآراء الجميلة وحلقة متميزة زي أصحابها. أنا كنت مبسوطة أن أنا كنت معاكي يا دعاء. شكرا ليكي. شكرا حبيبتي. بشكر مشاهدينا على متابعتهم، وإلى اللقاء إن شاء الله في نفس ميعادنا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من بيت العيلة.